الآن نروح في الصفحة 23 23 Recopie les syllabes avec E et sur ton ardoise, puis lis les mots. Recopie les syllabes avec E et sur ton ardoise, puis lis les mots. لازم على اللوحة نكتبوا لي السيلاب اللي فيهم الـ E والـ E على اللوحة ثم نقرأ الكلمات. الآن نشوف نجيب اللوحة تاعنا ونشوف السيلاب. عندنا A ملون A ملون بطيخ ملون ملون كان E هنا ولا سيلاب هي م ملون. نكتبو م على اللوحة تاعنا. أن دي نرد. دي هي سيلاب واحدة وفيها ال أ مع الأكسون. الآن عندنا أون كاميرا كاميرا مي عندنا أم E مع l'accent. Un téléphone. Téléphone. Un téléphone. Un de trois syllabes, on a deux syllabes sur le E. Télé. On a T. On a les. هذه هما السلاب تاع الكلمات اللي هنا اللي فيهم الأ والأ. والآن لازم نقرأ السلاب. عندنا هنا م د م د و ل م د م ت و ل. نروحو للتمرين الثاني. Complète les mots avec une un dans ton cahier puis lis. أكمل هنا لازم نكمل الكلمات ب une و un على كراسنا ثم نقرأ. عندنا مقلمة مسطرة لوحة محفظة كراس وقلم. محفظة بالفرنسية هي فيمينان ولا ماسكولان. ما تنساش بلي اون للفيمينان و الان للماسكولان. ان كارتاب ان كارتاب نعلوها ان كارتاب. عندنا هنا كراس اللغة الفرنسية لكن كايي دو فرونسي. ان كايي ان كايي ماسكولان. ان ستيلو ان stylo masculin أيضا. une trousse féminin. une règle féminin أيضا. une ardoise féminin أيضا. lis à haute voix لازم نقرأ بصوت عالي. comment elle s'appelle Tania. Comment elle s'appelle Tania. Na ismuha Tania. Écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier. لازم نكتبو على اللوحة ومن بعد ننقلو على كراسنا. الآن لازم نتعلمو كتابة ت ت د و د. عندنا تي تعلمنا قبل كتابة حرف تي مينسكول. الآن راح نحاولو نكتبوه مع ال أ مع ال إي و ال أ. عندنا تي نقدرو نبداو من السطر الأول ولا من السطر الثالث. راح نبداو من السطر الثالث نديرو لاكان يعني الخط هنا وراح نكتبو ال أ. تعلمنا أيضا كتابة ال أ والإي.
ت. تاخذوا ايضا تكتبوا هكذا. والان الدي دو دي هكذا. لازم تتمرنوا تكتبوه كثيرا هكذا. انا كتبته 4 مرات، انتم تقدروا تكتبوه اكثر من 4 مرات باش تتعلموا جيدا كتابة الحروف. الان اصدقائي كملنا الكتابة وكملنا التمارين، وراح نعطيكم تمارين زائد. كما راكم تشوفوا هنا في هذه العنب كاين بزاف الحروف، وانتم لازم تحاولوا تلقوا الحروف اللي احنا درسناهم في هذا الفيديو. عندنا الاو تي والدي، ما كانش بزاف الاو ما كانش بزاف الاي. نخليكم تلقاهم. الان راح نحاولوا نلقاو تي. تي عندنا هنا تي ماجسكول ان لتر باتون هنا، وعندنا او مينيسكول. انا تي واحد، كاين بزاف لي تي في هذه العنب بصح انا عطيت لكم غير هذه لا بارتي تاع العنب. عندنا او هنا. الان لازم نحوسوا على دي. عندنا دي هنا، وعندنا عندنا او ايضا هنا، ما شفتوش. عندنا دي هنا ما يبانش بزاف. عندنا دي ايضا هنا، وعندنا دي هنا. هذا بي، ما لازمش تغلطوا بين البي والدي. هذو هما رانا لقيناهم. هو الفيديو اصدقائي، ان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه، ديروا اعجاب بالفيديو. اذا احتجتوا دروس اخرين قولوا لي في التعليقات، ودروس اللي قبل الصفحات اللي درناهم الان تلقاوهم في قناتي ان شاء الله. الى اللقاء.